البشير بركاته على جميعنا أمين. الأصحاح 17. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصار ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب، جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا 3 مزار، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وله اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. إن شاء الله يوم 19 يوم الجمعة يبقى عيد إيه؟ عيد عيد التجلي. فالحقيقة حسيت إن احنا النهاردة وبكرة وبعده يعني أقل شيء بالنسبة لعيد التجلي نخصص 3 أيام لعيد التجلي. أول سؤال يخطر على فكرنا: ليه متى ومرقص ولوقا تكلموا عن التجلي؟ يعني ما فيش اختلافات تكاد تكون متشابهة 3 نصوص، ويوحنا لم يذكر موضوع التجلي. مش ممكن دي تكون جات اعتباطا، متى كتب ولوقا كتب ويوحنا ومرقس كتب ويوحنا ما كتبش. الحقيقة قعدت أفكر النهاردة في الموضوع ده، ليه يوحنا ما كتبش وليه 3 إنجيليين الأوائل دول كتبوا عن التجلي. فكرة التجلي هي فكرة إعلان المسيح بهاؤه أو إعلان المسيح مجده، بحيث أن الناس اللي عايشين على الأرض يترقبوا الخروج من الأرض ويعيشوا مع هذا اللي وجهه كالشمس وثيابه بيضاء كالنور، أحيانا يقولوا كالثلج وأحيانا كالنور. يوحنا ما كانش فيه ما يلزمه أنه يكتب الموضوع ده. ليه؟ لأن أول ما تفتح إنجيل يوحنا، طبعا احنا بنصلي إنجيل يوحنا في أول في صلاة باكر، ومتهيألي الأغلبية فينا حافظين الجزء بتاع يوحنا الأصحاح الأول. يقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء وبغيره، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، لم يكن هو النور بل لم يكن هو النور بل شهد ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم والعالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله.
يوحنا الحبيب يختلف عن مش يختلف هو يكمل عمل الثلاثة إنجيليين الأول. يعني إنجيل متى يتكلم عن المسيح الملك، إنجيل مرقس يتكلم عن المسيح الخادم، إنجيل لوقا يتكلم عن المسيح الصديق للكل اللي يشبع الأصدقاء بيه. يعني التلاتة بيتكلموا تلات جوانب. الجانب الأول متى ده يهتم بيه اليهود لأنهم كانوا متوقعين إن المسيح يجي ملك وإن يملك على العالم كله وإن هو يعني اللي يبقى الملك الوحيد في العالم وإنهم هم من هيبقوا يعني الدولة بتاعته. واتكلمت عنها امبارح بشيء من التفصيل لما اتكلمت عن العلاقة بين الست أم النور وبين العهد القديم أو مؤمني العهد القديم. فيوحنا قال لهم إنجيل متى قال لهم أنتوا عايزين ملك، أنا هقول لكم مين الملك ده. وبدأ يبرز إزاي ملكوت المسيح فينا مش خارج عنا، وإنه إزاي ملك لكي يخدم شعبه وليس لكي يسيطر. وغير لهم مفاهيم السلطان الملوكي تماما عن اللي في ذهنهم، وطبعا دي تكلمنا عنها كتير. سوري. الإنجيل مرقس اتكلم عن المسيح الخادم. ليه؟ لأن إنجيل مرقس اتكلم عن دور الدولة الرومانية اللي كانت متزعمة العالم في ذلك الوقت، فحب يقول لهم اللي عايز يبقى الزعيم الحقيقي يبقى خادم للكل. يعني الأولاني تكلم أن الملكوت ليس سلطان خارجي، ولكن الملكوت أن يملك الرب في قلب الإنسان ويقيم ملكوته فيه. دمت مرقس قال لهم اوه تفتكروا أن عشان الدولة الرومانية دي مسيطرة على العالم هتعيش على كده على طول. لو درستوا التاريخ كويس تلاقي كل فترة، يعني جات فترة كان فرعون مصر ده في القمة ونزل، وجه بابل جات في يوم بيت في القمة ونزلت، وجه في يوم كانت الدولة الرومانية في القمة ونزلت. هو العالم كده لغاية النهاردة. يعني ما تدرس مثلا الناس اللي بيدرسوا التاريخ يشوفوا العبارة اللي كانوا بيكتبوها الإنجليز عن نفسهم، يقول لك إيه لم تغرب الشمس عن مملكة البريطانيين أو الإنجليز، وهكذا. مش عايز أجيب سيرة ناس. فاضل مين؟ لوقا. لوقا كتب لمين؟ كتب لليونانيين. اليونانيين دول عندهم شغلانة، شغلانتهم الأولى والأخيرة عايزين كل يوم يسمعوا حاجة جديدة. عشان كده كان يسموا منطقة في أثينا دي دي المركز بتاعهم. كل يوم كل ما يلاقوا حد بيقول حاجة، حتى لما الرسل كان ييجوا ياخدوهم يودوهم هناك يقولون قولوا لنا إيه رأيكم في دول بيقولوا حاجة جديدة. فاليونانيين يشغلهم انك انت تجيب فلسفات جديدة. عشان كده تلاقي اتذكر كنت مرة في مؤتمر وكان في اليونانيين يعني بتوع اليونان، فواحد منهم قال كلمة يعني عبر بها عن شعبه
أو عن اليونانيين، قال هلموا نقدم الاعتزاز أو الافتخار بتاع اليونانيين. كان يعتبروا أنهم هم القمة في الفكر، سنطلع منهم أرسطو وأفلاطون من كل الفلاسفة الكبار بتوع زمان. التلاتة سواء الملكوت أو الخدمة أو الصداقة، ما هو جه اسمه النلوقة يتكلم اليونانيين، فلهم اللي يدي الفرح والسلام والحاجة دي الصداقة مع الناس، مش الفكر الجديد والافتخار انك انت جبت فكر محدش قاله قبل كده. فالتلاتة شغلتهم يقودوا المؤمنين لغاية ما ينطلقوا بيهم فين؟ السماء. فكان لازم التلاتة يتكلموا عن حاجة مهمة، إن سواء كنت عايز تبقى في المملكة بتاعت المسيح أو تبقى خدام مع المسيح تخدم كل البشرية، أو تبقى إنسان تقدم فكر جديد مع اليونانيين مع المسيح، التلاتة دول ما ينجحوش إلا لما يحصل تجلي، عشان يعرفوا إن كانوا عايزين ملك يعرفوا مين هو الملك، وإن كان الجروب الثاني عايزين يعرفوا خادم البشرية يعرفوا مين هو ده خادم البشرية بالتجلي، والجزء الثالث اللي يحب يقدم صداقة فيها فكر وفلسفة يعرض الكلام ده من التجلي. إذن التجلي كان لازم يتكتب أو يسجل في الأصحاح 17 من متى، والأصحاح 9 من مرقس، والأصحاح 9 من لوقا. طب وإنت رأيك يا يوحنا، هتكلمنا عن التجلي؟ التجلي إيه؟ أنا بكلمكم عن المسيح، كلمة الله اللي هو بدأ في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، ده نور العالم. يعني مش محتاج انه يتجلى لثلاثة زي بطرس ويعقوب ويوحنا وهم يقولوا احنا شفنا بعينينا مجده، لا، ده المسيح قال انا هو نور العالم. قال فين؟ انجيل يوحنا. وقال لهم مش بس انا هو نور العالم، لكن اكد ليهم أنتم نور العالم لما تتحدوا بي وتتمتعوا بشركة معايا تبقوا أنتوا نور العالم. فأصبح دور يوحنا مش أن يشوفوا المسيح مشرق ووجهه كالشمس وثيابه بيضاء سواء كالثلج أو كالنور، لكن هو يوحنا عايز يقول لهم ده اللي جواكم نور العالم، اللي جواكم النور الحقيقي، اللي جواكم بيحول الظلمة بتاعتكم إلى النور. فما فيش داعي إن احنا نتكلم عن التجلي، نسيب التجلي للناس اللي بتكلموا عن المواضيع التانية. من هنا نفهم حاجة في منتهى الأهمية، إن كنت عايز تقرأ إنجيل متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا، لازم تضع في اعتبارك إن كان يتجلى إلى حين إن هو النور اللي لما يشرق عليك تصير أنت نور العالم. لما تقرأ يوحنا ياخدك يوحنا يطلع بيك طاير كده ناحية السماء ويقول لك المسيح جه عشان تبقى أنت نور العالم في المسيح يسوع. ومن هنا نقدر نقول كيف نحتفل بعيد التجلي. مش موضوع نجيب صورة وأيقونة ونحط المسيح وهو يعني منير وإيليا وموسى واقفين جنبه
وأيضا الثلاث تلاميذ، يعني رجال العهد الجديد بطرس ويعقوب ويوحنا يمثلوه، رجال العهد القديم سواء الناموس أو الأنبياء يمثلهم مين؟ موسى النبي وإيليا موسى النبي طبعا، وفي نفس الوقت هو اللي استلم الناموس، وإيليا هو النبي اللي صعد وهو حي إلى السماوات طبعا، وهيرجع تاني ويستشهد في أيام ضد المسيح، هو وأخنوخ الاثنين اللي تلقوا ما ماتوش، لازم يموتوا لأن لازم أحكم على الإنسان يموت، هيجوا ويموتوا ويقوموا مع القائمين ويتمتعوا بالمجد الأبدي. كيف نحتفل بعيد التجلي؟ ده سؤال. الاحتفال بعيد التجلي مش تسبحة هنقولها إن المسيح نور وإن المسيح حياة وإن المسيح بيعود لينا ميراث وإن إحنا لينا زي ما قال بولس الرسول ورثة الله ووارثون مع المسيح، كل ده حلو، لكن في موضوع مهم جدا، إن المسيح يريد أن يشرق بنوره عليك، فإذا أنت عشت أو أنا عشت ما كناش مشغولين بالنور الإلهي يبقى مش بنتمتع بالتجلي. فالتجلي هو لقاء حي يومي مع المسيح شمس البر. المسيح شمس البر اللي بيلتقي مع المسيح في شمس البر، المسيح بيضرب بنوره فينا وينعكس هذا النور علينا، ونبتدي احنا نبقى نور العالم زي ما وعد المسيح التلاميذ. اذا ان حبينا نعيش كاولاد لله وان حبينا الكنيسه تتمتع بالتجلي، ان احنا يشوفوا فينا المسيح المشرق بنوره علينا. ودي كانت الحقيقه من الحاجات الجميله اللي كان يعتز بيها ابونا الله ينح نفسه ابونا بشوي، كان يتضايق قوي لما يجي واحد يقول له ابونا انا اصلي تعبان، اصلي انا انسان عاطفي، انا انسان تربيت في عيله تعبانه، انا ما كانش عندي فرصه حد يعني تلمزني، يقول يزعل قوي من الكلام ده. اول حاجه يقولها له يقول له أتؤمن إن المسيح في داخلك؟ فيبقى أنت حامل المسيح. حامل المسيح يبقى حامل شمس البر. يبقى ما تقعدش تحكي وتقول أنا فسدان. شمس البر اللي حامل شمس البر ما يعرفش الفساد، ما يعرفش النجاسة، ما يعرفش كل أنواع الخطايا، لكن يعيش يتلذذ بنعمة ربنا اللي تعمل فيه. فمع كل صباح لما بيشرق الشمس عليك، كان في واحد اسمه عباد الشمس، أظن كان في نجا حمادي، كنت أيامها في ثانوي، هذا الرجل كان مشهور قوي وكان بيطلع من نجا حمادي، وهو في قرية من قرى نجا حمادي، يطلع يروح الكنيسة جوه نجا حمادي، وأحيانا في كنيسة كانت برضو على ما أظن يعني في الجبل فكان يحضر فيها، وكان عنده عادة جميلة يلاحظوها كل الناس لما يجي يحضر الكنيسة، يطلع الصبح ما يتكلمش مع حد، يتكلم مع المسيح، وأول ما الشمس تنور يروح ساجد ويقول له يا رب اشرق بنورك علي، ولما يدخل الكنيسة يدخل على طول ما يسلمش على حد، يدخل على طول ويجي قدام الهيكل ويسجد ويقبل الستر بتاع الهيكل. هذا الإنسان كان دايما يقول أشتهي أن أنا أموت
في اللحظة اللي فيها وأنا بسجد للمسيح بعد ما سجدت لي كشمس البر. ونال هذه الأمنية في يوم من الأيام، جه وركع وبصوا كده لعيون، كان الشمامسة أو غيره، لعيو سلم الروح وهو بيكلم المسيح شمس البر. ياريت احنا كل واحد فينا لما يجي يصلي ما تبقاش صلوات وطلبات أرضية، الولاد العيانين والناس اللي عندهم امتحانات والناس اللي في مشاكل في أشغالهم، كل ده كويس بس ما تستاهلش. الموضوع الرئيسي في صلواتنا اشرق يا ربي بنورك على كل مؤمن لكي يصير الكل حامل بهاء مجدك. احنا مش عايزين حاجة من الدنيا، احنا عايزين نسلم كده روحنا، نلاقي نفسنا في حضن ربنا طاير بينا الى الفردوس. فعيد التجلي هو عيد الاشتياق الحقيقي للدخول في الفردوس او في السماء الابدية. في اليومين ثلاثة دول نركز على الحتة دي. علامة انك انت او انا نحن فعلا بنمارس هذا الفكر ونحن بنتمتع بتجلي المسيح حاجتين: لما تحس في خير جاي لك تقدم ذبيحة شكر بلا انقطاع، لسانك ده وقلبك وفكرك وعماقك في الداخل تردد كلمة الشكر لربنا، قوله مش عارف أشكرك قد يا رب. يكفي أنك أنت شمس البر اللي تشرق بنورك عليا وبتعدني في اللحظة المناسبة تطلبني، وأكون أنا مستعد وأنطلق وأعيش معك إلى يوم مجيئك، وبعد كده ندخل معاه في حضن الآب. الجانب الثاني في عيد التجلي ان احنا لا نخاف من الضيقات، سواء الضيقات اللي بتحل بينا شخصيا او اللي بتحل بالكنيسة. وما يشغلنا في وسط هذه الضيقات إن حتى المقاومين للحق يرجعوا ويقبلوا الخلاص ويصيروا أولاد الله. يعني معانا حاجتين: في الحاجات المفرحة لا يفارقنا الشكر لله، في الحاجات المؤلمة لا تفارقنا الصلاة من أجل المضايقين لينا عشان يتمتعوا بالأبدية. الحقيقة بقول الكلام ده خاصة الأحداث الأخيرة في الثلاث أيام الأخيرة، ناس كتير تعبانة بسبب يعني أول مرة لما اتحرقت كنيسة ومات 40 طفل غير الستات اللي رموا نفسهم وقعوا ميتين في الشارع وغير حاجات مؤلمة تانية. وتاني يوم برضو تكررت في كنيسة تانية، والنهاردة تكررت في الكنيسة التالتة. طبعا أخبار دي مش جديدة، كل العالم عارفها وبيتكتب عنها. احنا مش شغلتنا نقول مين السبب ولا مين اللي عامل كده، لكن نقول لربنا حول هذه الضيقة إلى حياة صلاة. والحقيقة نتفهمنا مع بعض الكهنة سواء أبونا مكاري أو أبونا بنسات أسماء وأنا، أحنا الثلاثة اتفقنا بعد كل يوم بعد الوعظة هناخد على الأقل 10 دقائق ربع ساعة نصلي، يمكن طبعوا ورقة يمكن نوزعوها وحيوزعوها. فقالوا أبانا الذي صلاة الشكر، وبعدين ارحمنا يا الله مخلصنا وجنينان،
والمزمور احفظني يا رب فاني عليك توكلت، المزمور 15 من صلاه باكر وتحليل الكهنه. انا شخصيا احلى حاجه بحبها في الاجبيه هي تحليل الكهنه، لانها فيها صلاه لكل البشريه الحلوين والوحشين، ولان فيها اشتياق لخلاص كل الناس، ولانها مش محدوده بالانسان المؤمن او عيلته او قرايبه او بلده، لكن يشعر كل البشريه يبقوا ولاده. فاحنا النهارده بنعمه المسيح هنبتدي بعد الوعظ على طول. نحن ما عرفش توزعت الورقه ولا لا، هتتوزع، فهنصلي مع بعض النهارده لغايه يوم عيد العذراء. ايه رايكم؟ عايزين لما نبقى في ضيقه ما نقعدش نقول فلان قال وموقف فلان كذا، سواء المواقف الكويسه او اللي تبدو مواقف مش كويسه. ما حدش يعرف المواقف غير ربنا، والله يريد منا ان احنا لا ندين احدا، ويطلب منا ان احنا نحب حتى المقاومين للكنيسه، حتى الاعداء. وده المجال اللي فيه هنقدر ناخد الميراث الابدي بقوه، ونتمتع مش بس بالتجلي هنا بس، ونتمتع بالميراث الابدي اللي هنستلمه فوق. فربنا يدينا نعمه ويدينا بركه، ويكون هذا العيد عيد التجلي، عيد مفرح للكنيسه كلها مش بس في مصر، في كل العالم. احنا نشتهي كل البشريه يذوقوا حب ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين. تفضلوا نصلي مع بعض. Yeah, yes.